طيب نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، ودلوقتي أهم حاجة بتشغل بال طلاب الثانوية العامة اللي ظهرت نتيجتهم من كام يوم، التنسيق. إزاي يختاروا الكلية؟ إزاي يختاروا التخصص اللي عايزين يدرسوا فيه؟ عشان كده محافظة البحيرة بتنظم سلسلة ندوات تثقيفية وتوعوية لطلاب الثانوية اسمها اختر كليتك، والندوات دي بيشارك فيها 14 جامعة حكومية وأهلية. بهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا امتحانات هذا العام وأولياء أمورهم، أطلقت محافظة البحيرة أولى فعاليات سلسلة ندوات بعنوان اختر كليتك بمشاركة 14 جامعة حكومية وأهلية لإلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة. مبادرة نافعة جدا بالنسبة للطلاب وبالنسبة لنا احنا كمان عشان نتعرف على نوعية الطلاب. أكيد يعني دايما المتفوقين او اوائل الثانويه العامه دايما بيبقوا المحافظات، فانا شايفه ان دي فرصه كويسه قوي بالنسبه للطلبه ان هم يتعرفوا على الجامعات الجديده وبالذات الجامعات الاهليه اللي بتنشا، بحيث ان هم يقدروا ان هم يحللوا الجامعات المختلفه ويقدروا ان هم يعملوا اختيار صح في الجامعه اللي هم هيختاروها. طبعا مبادره زي ديت من السيد رئيس الجمهوريه ان احنا نعرف الطالب اللي هو يعرف كليتك ان هو يعرف طبيعه الدراسه في الكليه ايه، الطالب نفسه يعرف ان هو بعد كده الفرص المتاحه للشغل ايه. الندوه دي تعتبر عمل رائع جدا لدمج شبابنا، خصوصا شباب محافظه البحيره، وفي ساحل حريه الاختيار قدامهم ان هو يفسح قدامه الطريق ان هو يختار من ما بين كليات كتيره هو ممكن ما يكونش يعرف عنها حاجه. تستقبل سلسله الندوات يوميا ما يقارب من 1400 طالب، ويشارك فريق من وزاره التعليم العالي لتعليم الطلبه كيفيه ملء استماره الرغبات على الموقع الالكتروني وشرح المعايير الاساسيه التي يتوقف عليها اختيار الطلاب لكلياتهم. الندوه دي كويسه لان هي عرفتنا كليات احنا ما كناش نعرف عنها حاجه وبتنص على حاجات كتير، يعني فرصه كويسه لان احنا ما كانش عندنا فرصه نعرف بقيه جامعات، يعني النهارده بنتعرف على جامعات احنا ما كناش بنسمع عنها اصلا. شايف ان ما شاء الله التنظيم كويس وكل حاجه تمام، وبرده فرصه بتساعد ان احنا نتعرف على الجامعات والكليات وكل واحد يفهم اكتر وهو داخل عليه يعني. تستمر سلسله الندوات حتى 15 من اغسطس الجاري بالقاعه الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي، مع توفير منافذ للجامعات المشاركه للرد على استفسارات الطلاب واسرهم. رامي محمد، التلفزيون المصري.